هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، لكن هالمره عن التيك توك. وقت يعني تحديد وقت النشر للتيك توك او وقت اللايف حتى يصعد اكسبلور. راح ندخل هنا للتيك توك، وبعدها نروح لعلامة الزائد، نسحب لللايف. هنا اللايف، ابدأ باللايف، فوقها 5K، 5K متابع نشط الآن من متابعيك، يعني إذا تبثبث مباشر فهو راح يطلع أمام 5000 شخص، وإذا تنشر فيديو فهي 5000 شخص راح يشوفوه أول ما ينزل. لذلك هذا وقت النشر، يعني كل ما يكون العدد عالي كل ما يكون الفيديو يصعد اكسبلور أكثر. اللي يحب يضيفني، هذا حسابي على التيك توك، أسامة الحديثي نفس اليوزر وبيناته سلاش. أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس، وجايبكم فيديوهات هواية عن انستغرام ومعلومات جديدة. إن شاء الله انتظروني قريباً.